طيب نروح لبيتسو موسيماني المدير الفني طبعا للنادي الاهلي، اللي طلب من جهازه المعاون ان هو يعد تقرير شامل عن الفريق بطل النيجر اللي هيواجهه طبعا النادي الاهلي، يا اما يوم 22 او 23 ديسمبر ده في ذهاب دور ال 32 ببطوله دوري ابطال افريقيا. موسيماني عايز يستعد كويس قوي طبعا لرحلة الفريق في النايجر، ويعرف كل المعلومات عن المنافس اللي صعد للدور ده طبعا بعد ما قدر ان هو يتفوق على فريق مقديشيو الصومالي بالفوز عليه بثنائية نظيفة في النايجر، وتعادل سلبا في الصومال بدور ال 64 للبطولة. عايز يجهز نفسه جدا طبعا للمشوار بقى من اوله. اي بطولة جاية توقيع موسيماني قولا واحدا، يعني خلاص الراجل بيتولى مسؤولية البطولة من اولها لاخرها ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يكون مشواره مكلل بالنجاح. سوني داب على فكره فريق مالوش اسم قوي في القاره الافريقيه، يعني بطل النيجر اللي احنا هنلعبه في يوم 22 او 23 ديسمبر اللي جاي ان شاء الله، مباراه الذهاب هتكون في النيجر والعوده هتكون في القاهره، لكن هو الراجل النادي ده ما شاركش في البطوله الافريقيه غير نسختين، النسخه اللي فاتت والنسخه اللي قبلها، والاثنين خرج من الادوار التمهيديه، فمواجهه تعتبر سهله نسبيا للنادي الاهلي، وان كان في افريقيا ما فيش حاجه سهله بشكل كامل.